الممارسات، خلينا نروح للممارسات لانه انا يهمني الحته دي. الممارسات الاجتماعيه اثرها على زياده السكان في القاره المصريه. احنا عندنا طبعا الموروث الثقافي، مثلا الولاد عزوه، بالظبط الخلفه عزوه، مظبوط. اربطي بالعيال، مش عارف ايه، يعني دي موروثات ثقافيه، وانه هات الولد عشان يحمل، يعني دي كلها ثقافه. ده طبعا اثرت علينا بشكل سلبي جدا جدا في مشروعنا ان احنا نضبط الايقاع السكاني. الدراسه بتقول ايه؟ والله الدراسة بتتكلم عن مشكلة كان أساسها سبب الزيادة السكانية. أنا عملت ربط بين المشاكل الخاصة بالشباب وبين الزيادة السكانية وبين الموروثات. الموروثات إن زي ما حضرتك بتقول دلوقتي إن في عندنا فكرة إن فعلا كتر الأولاد ده عزوة، وفي بعض الأسر الفقيرة بتعتقد إن هي لما يبقى أولاد كتير يبقى في الحالة دي الأولاد دي هتشتغل من سن مثلا 12 13 سنة يبتدي يساعد ده رب نتيجة الأسرة. الفقر. في ناس بتفكر كده من ناحية مخارج اقتصادية. الفقر. بالظبط، في ناس بتفكر كده، وفي ناس بتفكر إنه لازم إنه يجيب الولد علشان يعني معتقد إن هو كده يكون أفضل. النتيجة في الآخر بنوصل لإيه؟ لفكرة إن عندنا زيادة سكانية شديدة جدا ورهيبة، وان بيبقى فيه تاثير على تربيه الاولاد دول، ان صعب جدا انه يعرف ان هو يتابع ويراقب هذا العدد من الاطفال، وخصوصا صحيح لو كان الثقافه صحيح ثقافته بسيطه او اقتصاديا كمان بسيطه، مشغول طول الوقت ان هو يشتغل عشان يجيب مواد رزق لاولاده. وبالتبعيه لما الاولاد دول بيكبروا بدل ما بيكونوا عامل ايجابي للدوله بيتحولوا لعبء عليه للمجتمع. او للمجتمع، بيتحولوا لعبء عليه، لانه بيبقى في مثلا في بطاله، او لو كان ما نشاش بشكل تربوي سليم ممكن يبقى عنصر فاسد، ممكن يبقى مجرم، ممكن يبقى مدمن، ممكن يبقى اي يسلك اي سلوك ينعكس على المجتمع بشكل سلبي للغايه. ففي الحاله دي انا عايزه اقول ان الموروث الثقافي اثر على الزياده السكانيه، اثر على مشكله الشباب، اثر على المجتمع، اتحولت كده لمعادله بتوصل في دائره خبيثه بالظبط مغلقه على بالظبط، مش عارفين نفسها. نكسرها. طيب يعني سؤالين، السؤال الاول ليه ركزتي على القرى المصرية في حين انه الزيادة السكانية الغير المتصورة كانت جاية في المناطق العشوائية والمناطق الخطرة كان اكتر؟ القرى المصرية الى حد كبير انا عندي اهتمام بها شوية، لسبب ان لازال فيها بعض الافكار، يعني ممكن نقول ان الاماكن العشوائية الى حد ما بتتأثر عندها انفصال بالمدينة. ثقافي يعني بيحاول اللي عايشين فيها الى حد ما انهم يتواصلوا بحكم حب التطلع والفضول للمدن يعني الحياه الاخرى، ان هم فممكن ده ينعكس يعني ان هم يفكروا ان هم يعملوا محاكاه. لكن في القرى الى حد ما ساعات بينفصلوا شويه ويفضلوا على ثوابتهم، في شيء ممكن من الفكر ان هو الموروث الثقافي بيأثر فيهم قوي، يعني مثلا لازم يبقى فيه الاولاد العزوه، لازم يعني عايز اقول ان يمكن القرى منظمه فكريا في الحته دي ان هي واخداها عن موروث ثقافي. العشوائيات الى حد ما مش تحت بند الموروث، هي مساله ممكن نقول جايه برضو عشوائيات، جايه فكره حتى خلف عشوائي عشوائيه، لكن القرى منظمه عارفين هم بيعملوا كده بسبب الموروث الثقافي. دكتوره انت اتكلمتي على الظاهرة ووصفتيها وشرحتيها بشكل يعني أشعة مقطعية رائع جدا. المخرج ايه؟ احنا بنتكلم على تنظيم الأسرة من الستينات وممكن قبل الستينات خمسينات كمان، ولم ننجح في تقديري، وانا بشكل واضح جدا بقول لم ننجح في مواجهتنا ومجابهتنا للأزمة السكانية، والدليل ان احنا بنزيد في السنة 2 مليون. ما نجحناش، يعني في حاجات كده لازم نقولها بشكل مباشر، ما نضحكش على نفسنا. زي ما المحو الاميه، احنا بنشتغل في محو الاميه وتعليم الكبار بقالنا عشرات السنين ولم ننجح لانه في ما زال 20 مليون مواطن مصري عارف يقرا ويكتب. فانا فشلت كمجتمع، مش كدوله، مش كحكومه، فشلت كمجتمع في مجابهه مشكله الاميه والازمه السكانيه، وكلاهما رافض ونتيجه وسبب الاخر. ايه الحلول غير التقليديه اللي بتقترحيها في هذا الاطار؟ والله مش مسألة حلول غير تقليدية، أنا علشان أوصل لحل لأي مشكلة لازم بتنبع من الفكر، أنا لازم أغير فكر الثقافة. فكره وثقافته. طول ما أنا مين اللي هيغير؟ والله إحنا كلنا بنتكاتف، المجتمع يعني بس أنا ما النهاردة نتيجة يبقى في حاجة غلط. يعني أنا بقول لك ممكن برضو نكون إحنا محتاجين بنتكلم الدياله. على الأزمة السكانية بقالنا سنين، محتاجين وبنطلع ونعمل نظريات وكتب وإعلانات وغيره وبرامج نتكلم فين المشكلة؟ مين بيفكك الكمول الثقافي اللي حضرتك قلتيه موروث ثقافي موروث اجتماعي؟ اغيره ازاي؟
ممكن نكون محتاجين الزيارات الميدانيه ان احنا نتعايش مع الناس دي بشكل ونسمعهم. مباشر. يعني انا اسمع اللي قدامي، اصل انا ممكن ان انا اتكلم في موضوع 100 سنه بس انا بتكلم بس ما بسمعش. ممكن ان انا لما احنا عاملين ننظر عليهم بالظبط، انا لما اسمعه اشوف وجهه نظره فهعرف مشكلته تحديدا، فهحاول ان انا احلها له. يعني مش كشخص، انا بتكلم كمشكله مثلا للقوى، العشوائيات ايا كان، لمجموعه افراد، لبيئه معينه، انا اسمعه. فلما اسمع وجهه نظره اذ ربما في الحاله دي ابحث عن حلول ايجابيه بشكل مباشر ليه، فتبتدي يبتدي الموضوع ده يتغير، ان الناس دي من جواها فكريا هتبتدي تتغير فكرها، لانها لقيت الدراما مهمة. طبعا مهمه جدا. الدراما انا كنت عايز اقول من ضمن حلول الدراما، بس كمان حضرتك قلت لي الحلول غير تقليديه، لكن انا لو بتكلم بشكل فعلا الدراما مؤثره جدا، لانها بشكل كبير اسرع حاجه بتوصل للشخص. طب ما احنا عندنا دراما بقالنا 10 سنين ما كانش فيه، ما وظفناش، ما كانش فيه تركيز مباشر على المشكله. يعني هي ممكن تيجي في اطار عمل في مجموعه وسائل اخرى، لكن ما فيش تركيز بشكل مباشر ان هي دي المشكله، وان احنا ممكن نعمل لها يعني مجموعه من الاعمال الدراميه اللي هي بتخاطب المشكله بشكل مباشر، زي ما عملنا كده مشاكل المراه في اكتر من عمل، فابتدى يبقى في تركيز على مشكلتها والاحوال الشخصيه، يبقى في تركيز على المشكله، لان فعلا المواطن سواء كان جاهل، كان مثقف، كان كبير، كان صغير، ايا كان، بيهتم بالدراما وهي اسرع شيء بيوصل لوجدانه.